السؤال الثالث صفحة 8، صفحة رقم 8. السؤال ده علل. اللي بيكره أسئلة علل دي هو مش عايز يفكر. أنت لو شغلت نفسك بالتفكير لمدة ثواني معدودة هتجيب الحل على طول، لأن أنا عندي يقين تام إن القاعدة اللي قلت لكم عليها 1000 مرة قبل كده، إن سؤال علل مفتاح إجابته موجود في السؤال. طيب تعال نشوف السؤال الأول. فعلل بيقول إيه؟ ينتج عن الرابطة الأيونية تكوين جزيئات مركبات فقط. جزيئات مركبات فقط. طب هو أصلا الجزيئات دي إيه تاني غير المركبات؟ ما حضرتك عارف إن الجزيئات قد تكون جزيئات مركبات وقد تكون جزيئات عناصر، صح؟ جزيئات مركبات أو جزيئات عناصر. إمتى يكون الجزيء جزيء مركب وإمتى يكون الجزيء جزيء عنصر؟ جزيء يكون الجزيء مركب إذا نتج عن اتحاد عنصرين مختلفين، ففي الحالة دي بحكم عليه إن هو جزيء مركب. أما جزيء عنصر لما يكون الجزيء ده ناتج عن اتحاد عنصرين متماثلين أو متشابهين. خلاص كده؟ طيب نرجع للسؤال بقى. هو بيقول لي إن الرابطة الأيونية ينتج عنها تكوين جزيئات مركبات فقط وليس تكوين جزيئات عناصر. يا ترى ايه اللغز ده؟ اشمعنى يعني الرابطة الأيونية؟ ما ارجع كده معايا لتكوين الرابطة الأيونية. هو أصلا ما المقصود بالرابطة الأيونية؟ رابطة كيميائية تنشأ من اتحاد، خلي بالك، أو من ترابط، أو من تجاذب كهربي، تجاذب إلكتروستاتيكي كهربي بين، خلي بالك، ايون موجب وايون سالب، صح كده؟ خلي بالك، وهو ايون موجب ده بيجي منين؟ بيجي من عنصر فلز. والايون السالب بيجي منين؟ من عنصر لا فلز. الا طب ما فعلا اهو ذرتين مختلفتين اتحدوا معا، ارتبطوا معا، تجاذبوا معا تجاذب ايوني ويكونوا لي جزيء مركب. فعلا في النهايه هيطلع لي جزيء مركب. كده انت حليت السؤال بشكل شبكي. شبكي يعني ايه؟ يعني حولت السؤال لمجموعه من العناصر تقدر تحل بيها براحتك بقى، او انت كده فهمت السؤال. انا بحاول افهمك السؤال قبل ما احاول ان انا ادي لك الاجابه كده على طبق من ذهب. لا، اتعب شويه معايا عشان تستقر المعلومه في ذهنك. ينتج عن الرابطه الايونيه تكوين جزيئات مركبات فقط. ليه؟ لان الرابطه الايونيه في الاساس تنشا من تجاذب. تنشا من ايه؟ من تجاذب ايون موجب لعنصر فلز وايون سالب لعنصر لا فلز. خلصت الاجابه لتكوين في النهايه جزيء مركب. ويستحيل، شوف خد بالك من النقطه دي، ويستحيل ان تكون الرابطه الايونيه جزيئات عناصر. ليه؟ لان جزيء العنصر ينتج عن عنصرين متشابهين، وعنصرين متشابهين يعني فلز وفلز، لا فلز ولا فلز. فلز وفلز يستحيل يحصل منهم تجاذب، لان في النهايه هما الاثنين هيتحولوا لايون موجب. لا فلز ولا فلز يستحيل يكونوا رابطه ايونيه. لا فلز ولا فلز يعني لا فلز زائد لا فلز او اتحاد لا فلز يستحيل يكون رابطه ايونيه. امال ممكن يكون ايه؟ يكون رابطه تساهميه عادي جدا، انما يستحيل هذه التركيبه تكون لي رابطه ايونيه. تكون رابطه تساهميه مفيش مشكله. كذلك الحال فلز زائد فلز لا يحدث شيء ولا يتكون أي شيء ولا تحدث أي رابطة. ليه؟ لأن الفلز يتحول لأيون موجب والفلز يتحول لأيون موجب، والأيون الموجب لا يحدث بينه وبين الأيون الموجب الآخر أي تجاذب أو أي روابط. تمام يا شباب؟ أرجو يكون السؤال اتفهم. أنا بعلمك إزاي تحل السؤال بالفهم مش بالحفظ.